المادة 13 من القانون 46 في سلسلة الرتب والرواتب تنص على أن أحكام زيادة الرواتب والأجور تسري على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك، بحيث يستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة بنسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عمله الأسبوعية من الزيادة التي لحقت الداخلين في الملاك في المدارس المذكورة. ولأن القانون لم ينفذ بعد، فأساتذة التعليم الخاص يضربون اليوم وغدا. لبى عدد من أساتذة التعليم الخاص دعوة نقابتهم إلى الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء، فحضروا إلى مركز النقابة في بادارو إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع، موحدين صرختهم في المطالبة بتطبيق القانون ودفع رواتبهم مع مستحقات سلسلة الرتب والرواتب، ومطالبين بتحييد صندوق التقاعد عن القضية. المشكلة أنه الأب بطرس عزار بناء لتوجيهات اتحاد المؤسسات التربوية عم يرفض يوقع على تعويضات المعلمين وتقاعدهم. نحن صرنا شهرين هلا المعلمين اللي انتهت خدماتهم وافي تعويضاتهم. وتزامنا نفذ الأساتذة اعتصامات في مناطق عدة، أما في المقلب الآخر ففتحت مدارس كثيرة أبوابها، حيث عول المدرسون على وعود الإدارة بدفع مستحقاتهم، فيما تركت مدارس أخرى الحرية لأساتذتها. حتى مدرستنا فاتحة، بس تركوا لنا حرية الخيار نداوم أو ما نداوم، ونحن ما داومنا جينا لهون. وزير التربية مروان حميدي بعد لقائه وفدا من المؤسسات التربوية وصف الاعتصام بفشة الخلق، مشيرا إلى أن الوضع شبيه بمعضلة. معضلة مستمرة لا تستطيع الدولة أن تحلها بضخ مليارات مئات المليارات لتغطية هذا العجز، وهي عاجزة أصلا. ولا أريد هنا أن أدخل في متاهات السياسة والاقتصاد والمال. ما بعرف إذا كلمة فشة خلق تعني لواحد محبط عم يعملوا له شيء طيفش خلقه فيه. نحن ابدا مش محبطين، بالعكس مرتاحين. في قانون يعني لصالحنا، حتى التفسيرات اللي مطلوبه انا اكيد انه راح تطلع لصالحنا. ليش ما بتتوجهوا بموضوع صندوق التعويضات الى القضاء؟ لا، ما هي هي الفكره، نحن محضرين شكاوينا، بس خلينا نقول انه يقلي ريحته دغروا على القضاء، ما حكيتوا مع المرجع الرسمي اذا بديك، وهيك رح نعمل نحن. هلا صرنا جمعتين ثلاثه طالبين، يعني طالب اذا بدك رئيس مجلس الاداره التريوس تحين وايجاد حل، اذا هذا الحل خلص خلصت المهله التريوس، وبالتالي لا صار الوضع ماساوي. انا بقدر يعني، وفي كرامات للزملاء المستحقات يلي عم تنشال من رواتب المعلمين بشكل محسومات، عم تاخذها هي المدرسه بس مش عم تسددها لصندوق التعويضات. اذا عم يحكوا عن اذا بدك يعني الـ شو بيسموها الاشياء الاكتواريه يعني الملائمه الماديه، الملائمه الماديه عفوا لصندوق التعويضات، انا بطمن الكل انه من اقوى الصناديق بلبنان الرسميه والخاصه هو صندوق التعويضات. كيف اذا بعد بيوصل له القصص اللي المفروض تكون، المبالغ المفروض تكون فيها هلا، ولكن المدارس محتجبتها عن الصندوق. اذا مهله التريث انتهت، والخطوات تتجه نحو التصعيد في ظل اتكال الاساتذه على موقف وزير التربيه الايجابي فيما يخص صندوق التعويضات.